بيمشي جدا، ما بفوزي شوشي، فوزي شوشي، ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا، لا 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 لا، بل شاهدنا هل هو عون ملعب اعتدى عليه على فوزي شوشي، يخرج بالبطاقة الحمراء. سنشاهد الإعادة. حاج أحمد رضوان، لم نكن نريد هذه الأمور، لم نكن نريد هذه الأمور. فوزي شوشي، الكرة اتجهت إلى المنعرج من هناك، أن يوجد الأنصار، أنصار الشبيبة هناك بدأت، هو من أراد استرجاع الكرة. فوزي شوشي فاروق ميال في هاي الإعادة، العودة من فوزي شوشي، استرجع هذه الكرة في وقت أنه ربما أعوان يعني الأطفال هم الذين مكلفين باسترجاع الكرة. اللاعب اعتقد هذا الذي يحمل هذه الصدرية، اعترض طريق فوزي شوشي، ولكن فعلا يتبادل الشتائم وتبادل كل شيء فعلا، ثم يحدث عندنا هكذا أمور. طبعا التجريح والشتائم بين عون الملعب الذي شاهدناه كان جالس على كل، وهو الذي في البداية وبخ فوزي شوشي الذي ما كان عليه أن يدخل في هذه المتاهات ويعود له. وبالتالي السؤال الذي يطرح هنا، من هم المكلفين باسترجاع الكرات وإعادتها إلى الميدان، ونحن ندرك بأن مباراة نقاط مهمة. مسترجعي الكرات غابوا في اللقطة الأخيرة، وبالتالي الشبيبة متفوقة بثنائية مقابل هدف، والمولودية ستكمل أطوار المباراة بعشرة عناصر. سيخرج أحد اللاعبين بالإضافة إلى فوزي الشوشي، سيخرج لاعب من اللاعبين ليترك مكانه للحارس الثاني فريد شعال ابن مدينة تيزي وزو، هذا الموجود أمامكم في الصورة. فوزي شوشي يتلقى الدعم.